أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبين الله عز وجل في هذه الآية عظمة خلقه وعظمة منته على الناس، فأمر عباده بالعبادة، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل أمر الناس أن يعبدوه، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة لا تنبغي إلا لله عز وجل. فقال الله عز وجل ممتنا على الناس، قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكل هذه مخلوقات الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل هذه المخلوقات، ما هو الهدف من خلق هذه المخلوقات؟ يجيب الله عز وجل في سورة الذاريات قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعبد ربنا عز وجل وحده لا شريك له، ليس كما يفعله كثير من الناس اليوم. تلقى كثير من الناس عقيدتهم في المكاشي، كله خمسة أنفار: واحد عقيدته في المكاشي، واحد عقيدته في الكباشي، واحد عقيدته في رجال العربون، واحد عقيدته في واد بدر، واحد عقيدته. فهذه كلها عبادات لا تنبغي، كما قال الله عز وجل: أأرباب متفرقون. الكباشي، المكاشي، الصائم ديمة، ذل كلهم أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. منو الخير؟ هل ربنا عز وجل الحي القيوم الذي بيده ملكوت كل شيء، أم هؤلاء الأنداد الذين يعبدون من دون الله عز وجل؟ يعبد آلهة من دون الله عز وجل زعما منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنهم يقول لك: نحن وسخانين ما بنقدر نمشي إلى الله زي إلا ديل بيقربون إلى الله عز وجل. زي ما جاب لك في واحد في فيديو منتشر، قال ديل الوهابية بيقولوا عننا، يعني الصوفية، إننا عبدة القبور والأضرحة. قال: نعم نحن، ده واحد مصري، قال: نعم نحن عبدة القبور والأضرحة التي تقربنا إلى الله زلفى.
شوف عليك الله بنفس جبه المشركين الأوائل. المشركين الأوائل قالوا كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في النهاية ربنا حكم عليهم بجنو، هل فعلا يعني صح إنه تقربهم إلى الله زلفى؟ قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب لو افترضنا جدلا، انت وسخان، هل يجوز لك انك عندك ذنوب ومعاصي، هل يجوز لك انك تمشي لهؤلاء الميتين وهؤلاء الرميم وتدعوهم مع الله عز وجل؟ يجوز؟ ما يجوز، بل هو من الشرك الاكبر الذي يخرج من الملة. حتى لو بلغت الذنوب كما بلغت، انت تدعو ربنا عز وجل طوالي، ربنا طوالي تدعوه، ربنا قال: قل يا عبادي، قل يا محمد، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، اسرفوا بالمعاصي، معاصي كثرت عليهم، سرقة وزنا وشرب خمر والى اخرها من المعاصي. ربنا قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، إذا لم يمت العبد عليه ربنا بيغفره. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية لمن مات على الشرك لغاية ما بلغت روح الحلقوم ومات على الشرك، فهنا لا تنفعه توبة. ما بيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فلما تبلغ الروح الحلقوم ما ينفع، ما تنفع توبة، كما قال الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، ساعة الموت، ساعة السكرات، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإنت لو عندك ذنوب بلغت ما بلغت ودعيت ربنا عز وجل وحده لا شريك له، ربنا بيغفر لك، بس بشر إنه تكون عقيدتك في ربنا عز وجل وحده، ما بتكون تمشي للفقهاء ولا تمشي لستات الودع ولا غيره من الشيك الموجود اليوم في بلادنا. تلقاهم يعصروك العين الشيخ، والله يب حيران عديد، وتلقاه واحد ماسك المفتاح بتاع القبة، يعني خايف الشيخ يشرد ولا حاجه، ماسك المفتاح مبعتيه بتاعت القبة وجوه تلقى في القبة مكيف، وتلقاه طابقين لفوق يعني ذاته حياة غريبة، وتلقاهم يعبدوا مع الله عز وجل جهارا نهارا، تلقاهم يعبدون من دون الله عز وجل. هؤلاء الميتين كما قال شيخ الزريبة، شيخ الزريبة عشان يمسك حيرانه ده البرعي، عشان يمسك الحيران في الشيوخ وحتى يترك الواحد القهار، قال لهم: أستاذك يا فقير أنا عم نكذب عليك، امشي الدار السودانية الكتب، اشتري الكتب دي عشان ما تقول ان احنا انتوا ألفتوها انتوا ولا كده. نديك مثال، مثالين لانه الزمن ما يكفي. في كتاب اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرة، قبال ما اورد لك من هذا الكتاب، البرعي قال لك: استاذك يا فقير، ده من آداب الحوار على شيخه، قال: أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير،
تكون متذلل للشيخ. الشيخ بزق تنف انت تشيل البزار وتتمسح به، ها؟ والشيخ لو توضى تشيل المويه بتاعت الوضوء وتشربها غصبا عن عيرك. وكان اعترضت عندهم الصوفية عندهم قاعدة وقال لك لا تعترض فتنطرد، طوالي تنطرد من الطريقة، ولو كنت مقدم ها بشوتوك مرة واحدة، ها؟ عشان كده يا زول خلي عقيدتك في الله. قال لك أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير لا تميل أبدا لغير. يعني لو أنت تجاني أوعد تبقى سماني، ولو أنت سماني ما تبقى قادر، ها؟ ولا تميل أبدا لغير، وإياك والكجار. أوعد تكاجر الشيخ، وأوعد تبقى وهابي زي ما قال في قصته، قال وهابي كفر جلابي تمتر شنو بعرف، ها؟ قال قل لك يعني إياك والكجار ومعاملة التجار، يعني ما تعامل أبوك الشيخ زي معاملة التجار، هاك وجيب أبدا. طب بس طوالي الشيخ قال لك نزل شوالين بصل تنزل شوالين بصل، نزل شوالين فتريدة تنزل شوالين فتريدة، جيب بهايمك تجيبها، ها؟ أوعك يعني تعترض على الشيخ، ما تعترض على الشيخ. قال إياك والكجار ومعاملة التجار، إلى أن قال في كربك عنده. شوف الشرك كيف في كربك عنده بتغيثك جنده. وربنا يقول في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة منزلين. فدا أبو الرعي الزريبة، عشان كده نحن نحذر منه. لشنو؟ لأنه هذا البرعي مسك الناس في غير الله، وقال الرزق عند غير الله، والجنة عند غير الله. كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي. عشان كده نحن من هذا المنبر ندعوك أن تترك جميع الطرق الصوفية، لأنها طرق تؤدي بك إلى جهنم وبئس المصير، لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. شوف ناس الكباشي والمكاشفي والصائم ديمة وهؤلاء الشيوخ السهرة الذين يعبدون من دون الله عز وجل، دل بقودوك لجهنم. انت ما شفت ابن المكاشفي شنو قال؟ قال يا الأولياء زي البرعي لما جاته الحصوة، قال هيا بوتايا وحامي تبع عصايا تزيل الحصايا ومرات كلايا. المكاشفي نفس الطريقة، قال يا الأولياء ويا السادة ابن مكاشفي لكم نادى، ها؟ ابن مكاشفي لكم نادى، وإلى آخر القصيدة. فهؤلاء الشيوخ الذين يعبدون من دون الله عز وجل، أن احنا ندعو كل المسلمين إنه يتجردوا لله عز وجل من هذه الطرق التي تؤدي إلى جهنم وبئس المصير، وأن يفردوا جميع عباداتهم لله عز وجل. وأقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقدم الشيخ أحمد البدوي.